لتعليق حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية. أستاذ حسين، يعني ما المقصود بلبنانة العراق؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا بكم. أنا أعتقد العراق هو أكثر من لبنان، يعني لبنان ما زالت هناك دولة وهناك توافقات، بمعنى تلك المعطل. العراق اليوم لا يوجد به مفهوم الدولة، ولا يوجد به تلك المعطل، ولا يوجد توافقات به. يعني هذا الوصف هو أصلا غير دقيق على العراق، والذي وصف العراق بأن العراق يخشى على العراق أن يكون يعني يشبه بلبنان. على العكس، يعني الذي ورط العراق والذي أوصل العراق إلى هذه اللبنانة كما يوصفها هي نفس الولايات المتحدة، سواء كان الحزب الجمهوري أم الحزب الديمقراطي. كان في عهد أوباما هو الحزب الديمقراطي، وقبله الحزب الجمهوري، والآن ترامب الحزب الجمهوري. هذه الولايات المتحدة هي المسؤولة على ما جرى في العراق، ومن المعيب اليوم أن تلوم. لا أعلم هي تدين من، وهي المسؤولة. المسؤول يدين من؟ المسؤول هو المدان، والمدان الأول على ما يجري في العراق هي الولايات المتحدة كدولة محتلة سلمت العراق إلى إيران، ومكنت إيران على هيمنة كاملة على مؤسسات الدولة العراقية. فهذا الكلام فيه من الازدواجية والنفاق الكبير كثير جدا. نعم، هل هذا مشروع إيراني منذ الاحتلال الأمريكي، أم أن العقوبات التي دفعت إيران للسعي لمحاولة إعادة الشكل اللبناني في العراق وهو ما حذر منه بتريوس؟ يعني أنا أعتقد إيران مستمرة بسياستها في إشعال الحرائق في المنطقة، ولن تفاوض على العراق، وهي تهيمن على العراق. ممكن تفاوض على لبنان ولا تفاوض على العراق، لأن العراق تفاوض أيضا على سوريا ولا تفاوض على العراق. هذه الدول الاثنين سواء سوريا ولبنان هي تستهلك، وهي يعني تأخذ من إيران، بينما العراق على العكس هي تأخذ منه. العراق تحدها جغرافيا وتلك الدول لا تحدها جغرافيا. العراق هيمنة كامل على مؤسسات، وما بينما في سوريا وفي إيران هيمنة فقط على النظام وعلى حزب الله وإلى آخره. فالعراق أسوأ حالا، والتوصيف غير دقيق للآخرين الذين يصفون العراق باللبنان وإلى آخره. يعني كيف ترى التوجه العام بين شركاء العملية السياسية في ظل رفض لجنة الأمن النيابية التزام العراق بالعقوبات على طهران؟ يعني شوف، خلنا نكون صريح وياك، لا يمكن أن يكون أي دور لأي مسؤول في الدولة العراقية ولديه موقف سلبي من إيران. لن يقبلوا بأي شخصية سواء كانت سنية أو شيعية أو حتى كردية أو تركمانية لها موقف سلبي من إيران وتبقى في السلطة. سيطنته جاهزة سواء بملفات فساد أو ملفات إرهاب، وبالتالي غالبية من موجود في السلطة لا يستطيع أن يغرد خارج السرب. نعم، الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي العراقي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.